طبيعي جدا جدا ان انت ما بتعرفيش في المجتمع الشرقي توصلي فكره ان يبقى في بنت هي اللي بتحكم للرجال، وده امر فعلا صعب. وده حصل معاكي بالفعل، يعني انت مش متخصصه في التحكيم في مباريات كره القدم النسائيه؟ لا انا رجال. اوكي كنت بحكم رجال وكنت فرحانه جدا. عاجبني قوي بجد والله الشخصيه. لا كنت مبسوطه جدا لاني كان اولا الرجال انا بتعلم منهم كتير جدا جدا لما بكون حكم في مبارياتهم، لان البنات برضو بيبقوا لسه بيبقوا بيتعلموا وكده. الولاد ما فيش الكلام ده. بس انت فيرست تيم بتحكمي فيرست تيم؟ حكمت لحد ممتاز به يعني، بس انا حكمت نهائيات افريقيا ونهائي كاس عالم، ودي كانت اول بنت في تاريخ الكره الحمد لله المصريه ان هي تسافر بره تحكم بحجم المباراه دي، حجم المباراه الدوليه دي. اكيد من اهم المباريات اللي حكمت فيها في حياتك لغايه دلوقتي. يعني جدا جدا لاني كنت فخوره جدا ان انا بمثل مصر في حاجه شبه طبعا. لا ده وضع تاني، ده موضوع مختلف طبعا. ايه الاصعب لما بتحكمي في مباراه نسائيه ولا مباراه ما بين الرجال؟ وهل مثلا شفتي نظرات استغراب مثلا من في بعض الاحيان اللعيب بحاطط في نفسه فاهم ازاي كان مستلطف فكره وجودك في الملعب؟ النوع ده من الامور يعني كتير جدا جدا. كل يعني كل ماتش تقريبا ليه شويه احداث. طب يعني لو فكرت إيه اعمل فيلم هيبقى ابرزهم على الاطلاق ايه؟ اللي ما تتنسيش، الوقعات اللي ما تتنسيش. بص هو انا دايما بقول حاجه معينه والناس تفتكر ان انا بهزر فيها، وجود امراه في الملعب بجد بيهدي جدا جدا من انفعالات الناس، انفعالات اللعيب، وحتى انفعالات الجمهور، وحتى انفعالات الجهاز الفني. فتلاقي مثلا ان البنت لو موجوده، يعني انا مثلا كنت ببقى موجوده في مباراه غالبا الباك الليبرو والمهاجم بتاع الفرقه الثانيه مبقوش صحاب، بس هم يقفوا تلاقيهم بيتكلموا ويبصوا لي ويضحكوا، تحس ان هو بقى ما بينهم الفه يعني، او يبصوا لي يعملوا كده الاول. هو ما فيش شك ان انت اكيد بتطري المباريات اللي بتحكمي. لا مش لدرجه بتطري، بس يعني ببقى حاسه ان الموضوع الطف ان هما ما يقولوش كلمه مش كويسه. طبعا يعني حتى يخجلوا يعني يكسفوا يعملوا كده. حتى طبعًا. لو ده حصل بيبقوا بيفكروا الاول. يعني اول ما يقولوا كلمه كده يبقوا يدوروا عليا انا فين، بفتكره. والله لا بس صح انا متاكده من كده. انا ده بقى بحس ان ده من ضمن الحاجات، والله مش بهزر، وجود امراه فعلا في الملعب احيانا كتير جدا جدا بيخلي اللعيب يبقوا افضل. يعني انا بحضر مباريات كتير لاصدقاء ليا حكام، ببقى في الملعب كميه يعني كلام عادي، الكلام العادي ما بين الولاد بتبقى مختلفه تماما. انا ببقى موجوده ببقى في حدود شديده للعيبه، وده بيبقى حاجه كويسه ان هما بيستحوا يعني بيكسفوا احيانا ان هما يعملوا حاجات.